الدوكيمنت ريجستر اللي احنا بنعمله. طيب يا ترى مين هو الشخص المسؤول عن الابديت بتاع الريجستر؟ الدوكيمنت كنترول. تمام. طب مين الشخص المسؤول عن الكرييشن بتاع الريجستر ده، السيت اب بتاعته؟ برضه الدوكيمنت كنترول. لا مش البي ام ولا الاستشاري ولا الاي تي. تمام. هو كواليتي الديبارتمنت بتاعت الكواليتي، انت عندك حاجه من اثنين، لا اما ان انت عندك ما عندكش كواليتي، فبالتالي انت بتتعامل كدي سي لوحدك، انت بتعمل اللوجز بتاعتك وبتعمل الفورمز بتاعتك زي ما انت عاوز، او ان انت عندك كواليتي ديبارتمنت واوديت بالظبط كده، يعني هل الشركه واخده ايزو فعلا ولا لا. فلو الشركه في حاله ان الشركه واخده ايزو وعندها كواليتي ستاندر هي ماشيه عليها، الكواليتي ديبارتمنت هي المسؤوله ان هي تدي لحضرتك الفورمز اللي هتشتغل عليها واللوجز والريجسترز، كل الريجستر اللي انت هتشتغل عليه مش تقدر تعدل فيها اي حاجه. حتى لو انت عندك مشكله او عندك حاجه محتاجه ان انت تتعدل، فحضرتك بتقدم لهم طلب بان انت محتاج تعدل ده للسبب ده، وهم ساعتها بيدوا لك ابروفال عليها وبيدوا لك اكسبشن ان بس هو المشروع ده او الديبارتمنت دي هي اللي هيبقى حاصل عندها الاكسبشن ده، علشان تقدر تتعامل بالطريقه اللي انت عاوزها اللي بتريحك دي. انما لو انت ما عندكش ايزو او ما عندكش ما او ما عندكش كواليتي بلان، وحضرتك اللي بتدي تعمل سيت اب لكل البروجكت، يعني كل الدوكيومنتس بتاعت البروجكت في كل الريجستر الموجود. فهنا بنقول ان الداتابيز دي المفروض ان هي بيتعمل لها سيت اب من خلال الدوكيومنت كنترول ده، في حاله ان هو ما عندهوش كواليتي اشورنس او كواليتي مانجمنت، هي اللي هتدير العمليه دي. تمام. طيب نيجي بعد كده نتكلم عن ايه هو التايم فريم. زي ما قلنا ان احنا عندنا تايم فريم، الدي سي سي هو الدي سي والدوكيومنت كنترول سنتر. تمام. طيب التايم فريم عندنا تمام. انا مع حضرتك ان هما بيجيبوا برامج جاهزه، بس احنا دلوقتي بنتكلم يعني لو انت شغال في قطاع شركه صغيره، لو في برامج جاهزه فحضرتك محتاج ان انت تفهم الكونسبت. البرامج الجاهزه انت بس بتبقى عليها جست ان حضرتك داتا، يعني داتا انتري، انت بس هتدخل الداتا بتاعتك، بس انت محتاج ان انت تفهم ايه الكونسبت شغال ازاي. الدوكيومنت كنترول لو ما عندوش اي تولز، لو ما عندوش اي حاجه هيشتغل عليها ازاي. طبعا دلوقتي برامج الاكونكس والبي اي ام والكلام ده كله بقت مسهله علينا كتير القصص دي، بس ويبقى برضه في الاخر ان في شركات كبيرة لسه بتشتغل بالإكسل، ولازم يبقى عند حضرتك التالنت إن أنت تشتغل إذا كان بإكسل أو إذا كان بأي سوفت وير. بالنسبة للسوفت وير، الشركة هتديك أورينتيشن صغير أو تريننج كده صغير عشان تبتدي إن أنت تقدر تتعامل مع السوفت وير ده، إنما عمرهم ما هيقولوا لك، عمرهم ما هيدوك تريننج علشان تشتغل على الإكسل بتاعهم. فإحنا عشان كده إحنا شغالين بالإكسل مش شغالين بأي سوفت وير. تمام. طيب التايم فريم بتاع العملية دي، افتكروا هل المفروض الدوكيومنت كنترول يعمل ابديت للريجستر بتاعه كل قد ايه؟ كل اسبوع، اليوم، يوميا؟ صح، يوميا. لا هو مش حسب الداخل والخارج، هو حسب طبيعه الشغل بتاعته. يعني انا المفروض مثلا هو عارف ان انا بيجي لي مثلا شغل كتير جدا اخر النهار، بفضل مثلا اشتغل من الساعه 3 للساعه 5، انا عندي الوقت ده بس مشغول في التسليمات وان انا بجهز التسليمات او بطلع لاترز عندي او بطلع حاجه، فهو يخلي وقت الريجستر تاني يوم الصبح. او لو هو عنده ان دايما اللي بيبقى عنده فليكسبيليتي شويه ان هو لما ياخد حاجه يدخل يعمل لها ريجستر في وقتها، لما يستلم حاجه يدخل يعمل لها ريجستر في وقتها، بس المهم ان هو ما يعديش عليه يوم وهو مش معامل ابديت للريجستر بتاعه. الابديت بتاع الريجستر لازم يكون ديلي. تمام. فالمينتين للريجستر لازم يكون ديلي. الديستريبيوشن ان هو يعمل كوبي من دوكيمنت ده او من الريبورت ده يبعته للديبارتمنت اللي عنده ويكلي. تمام.
انما ان هو يجهز ريبورت بالبيندنج ايتمز او الاوت ستاندنج ايتمز، فما ينفعش ان هو يتاخر على حسب اتفاقه مع مدير المشروع او على حسب الشغل بتاعه يكون هيمشي ازاي. لا اما بيبعته باي ويكلي كل اسبوعين او بيبعته شهريا. كل التاخيرات والاوت ستاندنج ايتمز ضروري جدا ان هو يبقى عارف ان عنده اوت ستاندنج ايه، وضروري جدا ان هو يبقى عارف تاخيراته، وضروري جدا ان هو يبقى على علم ان هو دايما بيابديت البي ام بتاعه بالمعلومه دي، لان في الاخر اي تاخيرات زي ما هي مسؤوليه المهندس ان الحاجه دي تاخرت عنده، هي برضه مسؤوليه الدوكيمنت كنترول ان هو ما بلغش. هو مش وظيفته ان هي الحاجه تطلع، وظيفته بتنتهي لما هو بيبلغ ان التاخير ده حصل في ميعاد فلاني. ومهم جدا ان هو يخلي الفتره عنده ثابته بتاعه الابلاغ عن التاخيرات دي علشان ما يبقاش عنده مشكله، يعني ما يتاخرش، مش مثلا يبعتها كل شهر ونص مره، كل شهرين مره، كل شهر مره. لا بالعكس، انا هبعتها كل شهر، يبقى كل شهر في نفس الميعاد لازم تتبعت الريبورت بتاع الاوت ستاندنج عشان الناس تبقى عارفه التاخيرات الموجوده في الديبارتمنت اللي عندهم. طب انا اتفقت ان هي كل اسبوعين، يبقى لازم كل اسبوعين ابعت التاخيرات الاوت ستاندنج للبي ام، واخلي الناس بتاعت اللي متاخر عليها دوكيومنتس تكون سي سي عشان يبقوا هم على علم بالحاجات اللي متاخره عندهم. طيب ضروري جدا ان انا اعمل مينتين للديلي بيزز بتاعتي لكل الشغل اللي انا بستلمه. ممكن اخره مثلا من بالليل لحد الصبح، بس ما ينفعش ان هو يتاخر اكتر من كده، لانك لو طلب منك اي ريبورت او سالت ان انت ستيتس بتاع اي دوكيومنتس في اي حاجه، مش تقدر تطلع لها الستيتس لان انت مش عامل ابديت بقالك فتره، بقالك اسبوع مثلا. فانت هتبقى مضطر ان انت تراجع في الريجستر وتراجع في الدوكيومنتس اللي انت مستلمها او اللي انت مسلمها. دي هتبقى مشكله عندك، لان انت ساعتها مش هتحس ان انت كنترول لكل الدوكيومنت. الريجستر مهم جدا ان هو يبقى موجود عشان تبقى حاسس انت عامل كنترول على كل الدوكيومنتس الموجوده عندك في الديبارتمنت. في حاله ان الدوكيومنتس دي مش معمول عليها كنترول، او انت مش عارف ايه اللي متاخر عندك، ايه اللي مش موجود عندك، ايه اللي طلع من عندك وانت مش عارف هو متاخر ولا مش متاخر، دي هتبقى مشكله جامده. فضروري جدا ان احنا ناخد بالنا من التايم فريم بتاع المينتين والديستريبيوشن والريبورت، ناخد بالنا منهم، لان من غيرهم احنا بالنسبه لنا الريجستر ده كل الوقت اللي انت بتبذله فيه ده ملوش اي لازمه. طيب نيجي بقى لشويه ديفينيشنز. زي ما اتفقنا ان احنا لازم برضو نعرف كام ديفينيشن كده علشان نبقى فاهمين الدنيا ماشيه معانا في الديفينيشن دي. اول حاجه بنتكلم على الدوكيمنت نمبر، قلنا ده اليونيك ايدنتيفايدر فور ا دوكيمنت، ده الحاجه اللي بتعرفنا ايه هو رقم الوثيقه اللي هي او الرقم بتاع المستند. طيب تاني حاجة بنتكلم عليها الريفيجن، قلنا الريفيجن إن هو الريفيجن رقم الإصدار بتاع الدوكيمنت بتاعتنا، إذا كان A أو B أو C أو 1 و2 و3. بعد كده بنتكلم على الستيتس، قلنا الستيتس هنا دي حالة المستند، يعني هل المستند ده حصل له إصدار من عندي، حصل له ريليز، ولا هو لسه موجود عندي أندر ريفيو. مهم جدا إن إحنا نبقى ده موجود، حاجة موجودة في الريجستر، علشان تخليني انا عارفه الحاله دي وصلت لفين. طبعا دلوقتي هنشوف حاجه عمليه بالنسبه للريجستر ده، واحنا ازاي بنعمل شويه اكويشن كده علشان نبقى عارفين ان الحاجه دي اتاخرت عندي قد ايه، واتاخرت كام يوم، طب هي لسه في ميعادها ولا لسه، ولا ميعادها قرب ان هو، ولا ميعادها فات، كلام من كده. فالستيتس دي مهمه جدا ان هي تبقى موجوده عشان تعرفني حاله المستند بتاعي، هل هو حصل له ريليز ولا هو لسه اندر ريفيو. نيجي بعد كده للتايتل، ده الديسكريبشن بتاع الدوكيومنتس، اسمها، الموضوع بتاعها، العنوان بتاعها اللي احنا بنتكلم عنه. نيجي بعد كده نتكلم على الديسابلينز. الديسابلين ده اللي هو الجروب بتاع الدوكيومنتس دي تبع انهي قسم. احنا قلنا ان احنا هيبقى عندنا كونستراكشن، ستراكشر، الكتريكال، اركتكتشر، ميكانيكال. فده بيبقى انت بتحاول ان انت تصنف الدوكيومنتس اللي عندك تصنيفات اكتر علشان تبتدي تكنترول الدوكيومنتس دي، لان طبعا انت لو حطيت، لو ما انت هتكون بتتابع 1000 لوحه من ضمنهم معماري وانشائي وكهرباء وميكانيكا، هيبقى بالنسبه لك اسهل لك ان انت يبقى عندك 250 لوحه في كل قسم، فانت هتعرف تكنترول ال 250 دول احسن ما تكنترول ال 1000 كلهم على بعض. طيب عندنا كاتيجوري تاني للكاتيجوري التاني بتاع الديسابلين. فرضا انا مثلا عندي قسم زي قسم الميكانيكال، انا عندي مثلا ميكانيكال في اكتر من كاتيجوري تاني تحتي، عندي مثلا الفاير فايتنج، البلومنج، البايبنج، الحاجات دي. طب انا لو قدرت ان انا اصنف نوعيه الدوكيومنتس اللي تحت الكاتيجوري ده، هيبقى اسهل لي كتير ان انا اقدر اعمل لها كنترول، وهيبقى اسهل للقسم ان هو يبقى عارف ايه الحاجات اللي عنده، وهيبقى اسهل لي وانا بنزل الدوكيومنتس دي
ده انا صنفتها عشان اخليهم صغيرين على قد ما اقدر عشان اقدر ان انا كنترول شويه الدوكيومنتس دي. بعد كده التايب، هل الدوكيومنتس دي هنيجي مثلا في لوج مثلا زي اللوج بتاع او الريجستر بتاع الدوكيومنت اوف ترانسميتر اوف دوكيومنتس مثلا، بيقدموا فيه كل انواع الدوكيومنتس اللي هي بتبقى مثلا اي 4 مش دروينج، هي دوكيومنتس. فمحتاج هنا ان انا اقول التايب بتاع الدوكيومنت اللي انا مقدمها دي ايه، هل دي مثلا ميثود ستيتمنت، او هل دي مثلا مانيوال، او هل دي عباره عن سيرتيفيكيشن، الدوكيومنتس دي مثلا عباره عن وارنتي، اي حاجه من الحاجات دي. فمهم ان انا لما يبقى عندي نوعيه دوكيومنتس فيها اكتر من نوع هيتقدم، ان انا اعمل فلتر مخصوص لنوع الدوكيومنتس دي علشان يبقى سهل عليا بعد كده لما باجي اعمل لهم سورتنج، او ان انا لما اجي اطلع عليهم ريبورت ان انا ابقى عارف اتعامل مع الدوكيومنتس دي بانه شكل، ما يبقوش كلهم في نفس المكان فانا اقعد ادور عليهم، عشان كمان ما اضطرش ان انا ادور عليهم بالفاين ان انا اكتب مثلا سيرتيفيكت فهتطلع لي كل انواع السيرتيفيكت. اسهل لي ان انا لو انا عملت فلتر على السيرتيفيكت بس ان هو يطلع لي النوع التايب بتاع الدوكيومنتس ده، هيسهل لي ان انا بعد كده ادور، يبقى عندي سيرش يعني ايكون تاني اقدر ادور فيها تانية باسم السيرتيفيكت اللي انا محتاجاه، هتوفر عليا وقت وهتوفر على ناس كتير مجهود في ان هي تدور على الدوكيومنتس. بعد كده ريفيو ستاتس، طبعا من اهم الحاجات اللي انا اكتب عليها الستاتس بتاعتها ان هي تبقى موجوده في الريجستر، اذا كانت ابروفد ولا اذا كانت ابروف از نوتد ولا اذا كانت ريفايزد ولا اذا كانت ريجكت. مهم جدا ان الريفيو ستاتس ده تبقى موجوده في الريجستر علشان توفر عليا وقت ان هل انا الحاجه دي خلاص ابروفد وخلصت واتسلمت ومش هتتسلم تاني، وعشان كمان في دوكيومنتس بتبقى ديبند على دوكيومنتس تانية زي مثلا الماتيريال ديليفر تو سايت، هي ديبند على الابروفد ماتيريال سبميتد، الاي ام ار مثلا اللي هو الريكوست فور انسبكشن برضه بتبقى ديبند على الابروفد شوب دروينج. فانا لما هاجي ادور عليهم والاقي ان الاكشن بتاعهم موجود ان هي موجوده في الريجستر، اكشن كود بتاعهم ان هي ابروفد، هتوفر عليا كتير ان انا اروح ابص في اللوحه الاصليه بتاعتها او ان انا ابص في الاتاتشمنت بتاع الدوكيومنتس دي واقضي وقت واضيع وقت في ان انا بدور عليها، فدي هتوفر لي وقت كتير ان تكون موجوده الريفيو ستاتس تكون موجوده معايا في الدوكيومنتس دي. الدوكيومنت فورمات، محتاجه برضو ان انا ابقى حاطه الدوكيومنت فورمات في اللوج ده، دي ممكن تستعملها وممكن لا يعني، بس هو بيبقى حاجات يعني انت ممكن تساعدك وتوفر عليك وقت كتير. دوكيومنت فورمات ممكن اكتب ان الدوكيومنتس دي عباره عن لوح كاد مثلا، عباره عن وورد، عباره عن بي دي اف، ان التايب بتاع الدوكيومنتس اللي انا حاطه ده الفورمات بتاعها ايه، علشان هيسهل عليا وهيسهل على الناس اللي بتدور عليه. فرضا مثلا ان انا عامله مثلا كل الشوب لون بتاعتي كلها التايب بتاعها دي دبليو جي، وبعدين في لوحه فيهم هي ما كانش عنده الكات بتاعها فحطها لك بي دي اف، طب انت هتعرف من فين؟ فانت محتاج ان انت تحط التايب بتاع شويه دوكيومنتس عشان تسهل عليك السيرش. ده سامبل بسيط كده للدوكيومنت ريجستر علشان يسهل علينا شويه يعني دي حاجه سامبل جدا يعني ممكن حضرتك تتعامل بيها، بس احنا اكيد از دوكيومنت كنترول في بروجكت كونستراكشن بروجكت بنستعمل تفاصيل اكتر من كده بكتير. هنا بنتكلم اول حاجه الدوكيمنت ريفرنس، بعد كده الريفيجن، الديت، السندر، التايتل، الاكشن، الديت. تمام، واضحه كده؟ واضح كده يا شباب؟ طيب احنا ممكن ناخد 10 دقايق بريك، نرجع الساعة 9 بالظبط. تمام، هنبتدي بقى الجزء العملي في داتا شيت احنا هيبقى عندنا. تمام، هنبتدي نشتغل على شيت اكسل اوريدي موجودة عندنا، بس محتاجين ناخد 10 دقايق يعني 10 دقايق بس كده راحة، نكون موجودين ان شاء الله هنا الساعة 9 بالظبط.